دكتور سيف البدري يتصل. صباح الخير العافية دكتور. أهلا وسهلا مصطفى. شو صحتك دكتور؟ خير الله يحفظك ويسلمك. الله يحفظك. الله يحفظك سيد وزير يسلم عليكم. تحياتي. البرنامج بالوقت اللي احنا وزارة الصحة. نعم جهودكم كبيرة في إحياء الزيارة. لكن سام مصطفى وانت في بث مباشر، عمل وزارة الصحة بالنسبة لزيارة الأربعين ما زال مستمرا لغاية الآن. لا زال مستمر. لأن تعرف جنابك كثير من الزوار يتوجه إلى عتبات أخرى، إلى مدن أخرى أو طريقة بعيد، أو بعضهم يبقى يرتاح في المدينة بضعة أيام ربما حتى بضعة أسابيع. يعني لا زالت المفارس لم ترفع، ما رفعت المفارس. وزارة الصحة ما تزال بحالة إنذار، وحاليا سيد وزير الصحة يترأس اجتماع لمتابعة الإجراءات التي نفذت واللي بقت، وسوف نعلن إحصائية غير نهائية. نعم. مبدئيا الخطة الصحية نقول نجحت. الخطة الصحية ناجحة إن شاء الله بجهود الطيبين وبجهودكم أيضا، أنتم جزء من هذا النجاح. الله يحفظ كل الكوادر الصحية. نعم. الله يحفظك. بالنسبة للأخت السيدة المحترمة اللي ناشدت. نعم. دولة رئيس مجلس وزراء سيد وزير الصحة استمعنا إلى مناشدتها. سيد الوزير يسلم عليكم إذا أمكن تزودنا برقم تليفونها واسمها. نعم. إحنا الضوابط ممكن واحد يستثنيها من الضوابط. والله ما اقدر اجاوبك اني يعني اكون امامك بالتزام امام الناس. لا نعم. هي اخت عراقيه وحيده وان شاء الله احنا وانتم كنا اخواتها. السيد الوزير اذا كان اي مجال لمساعدتها باي طريقه ولو 1% احنا ان شاء الله ما يتاخر. انا اشكرك الدكتور سيف البدر، واشكر معالي وزير الصحه على تواصله واهتمامه، واشكر جهودكم وجهود كل الكوادر الطبيه الاداريه بكافة تخصصاتها. وزارة الصحة مشكورة ومشكورة جهودهم، والله يحفظكم. الله يحفظك. تحيات.